في العادي اول ما موبايل جديد بينزل في السوق بنتحمس جدا ونقعد نتكلم عنه ونعمل ريفيو تقريبا في اسبوع او اسبوعين، ولكن مش بنكتشف العيوب اللي بتبان في الموبايل بعد 3 و4 شهور من الاستعمال. وانا حابب ابدا سلسله جديده لزياره الموبايلات القديمه، او بمعنى صح اللي هو بعد 3 شهور هل الموبايل ده ما زال له لازمه؟ وخلينا نبدا باول فيديو في السلسله دي، وهل اوبو اف 9 موبايل كان ممتاز او ما نزل وخرافي او ما نزل، هل الموبايل ده مازال بالنسبة؟ غريبة كده في الخلفية واضواء وحاجات غريبة مش هنتكلم عليها دلوقتي، هنتكلم عليها في فيديو اسئلة كده قريبا، هينزل ترقبوا البوست بتاع الاسئلة قريبا. ولكن انا جاي النهاردة اتكلم معاكم عن الاف 9، وخلينا نبدأ بالديزاين. وهل الديزاين بتاع الاوبو اف 9 بعد 4 شهور مازال ديزاين بينافس في السوق؟ مازال ديزاين ليه كده مكانه مع ضمن ديزاينز تانية؟ كديزاين اوبو اف 9 من الخلف الموبايل ده مازال ديزاين روش جدا، بلونين اساسيين اللون الازرق واللون الاحمر بستكات غريبه كده في ظهر الموبايل زي ما بانت في الفيديو الاساسي. ولكن بعد ما نزل اللونين دول نزل لون ثالث وهو البيربل، لون بيربل كده تحس ان هو فيه زي نجوم بسيطه ولون جميل جدا، ونزل في سوق مصري. وبرده اللي نزل جديد من الاف 9 هو نسخه 6 جيجا رامات جديده بتعلي لك 6 جيجا رامات من 4 رامات، ولكن ال 64 جيجا ما زالوا هم اللي هو مش 628 زي السنين اللي فاتت، لا هو 664. ولكن على الناحيه الثانيه في ديزاين الشاشه لا، الموبايل ده مازال بينافس ومازال بينافس بقوه. في موبايل واحد بس من شركه تبع اوبو اللي هو الريل مي نزل بنفس الديزاين ده، ولكن غير الديزاين الشاشه بتاع الريل مي ده بيكون من واحد من احلى الديزاينز الموجوده في فئه السعر دي. فبصراحه ديزاين الشاشه ده بابعاد الشاشه بريزولوشن شاشه الاوبو اف 9 واحد من افضل الاجهزه اللي ما زالت ممتازه بعد 3 او 4 شهور من صدوره. ديزاين خرافي. كحمايه لطريقه فتح موبايلك انت عندك حاجتين، اول حاجه هي بصمه اللي في ظهر الموبايل، بصمه ما زالت بصمه سريعه بغباوه، الموبايل حرفيا بتلمس بيفتح، بتلمس بيفتح، حاجه كده بسرعه من عالم تاني، دي حاجه بصراحه ممتازه. تاني حاجه وهي الفيس انلوك او بصمه الوش، بصمه الوش هنا بتشتغل بسرعه جدا بطريقه اللي هي تحس اللي هو انت فعلا بتبص على وشي ولا انت بتهزر معايا كده وفاهم بتفتح لي الكاميرا كده وتقول لي انا بصيت على وشك وخلاص. لا هو هنا فعلا بيفتح الوش، لو حطيته جنب وش اي حد تاني مش بيشتغل، ولكن هو مش امن قوي زي الاي ار سنسور اللي هو مثلا بيكون في انفراريد وكده، ولكن هو شغال حاجه فيتشر لطيفه جدا موجوده هنا في الاف 9. المشكله كانت موجوده في الاوبو اف 9 من اول ما نزل ولحد ما زالت موجوده نسبيا، هو مشكله السوفت وير. انا مش بحب نظام سوفت وير اوبو كولر او اس، ومش بحس ان انا مرتاح معاه كده. اول ما بستخدم الموبايل ده بنزل عليه البوكو لانشر عشان كده بحس بالسلاسه وبحلاوه، ولكن الموضوع اتغير هنا، الموضوع اتغير نسبيا هنا بابديتس ممتازه للسوفت وير. اول حاجه اختلفت وهي الايماءات بتاعه الموبايل. دلوقتي انت عندك موضوع الريسنت ابس والسويتشنج والحاجات دي موجوده زي ما هي، ولكن المختلف بقى هو سرعتها والانيميشنز الاضافيه اللي اتحطت لها. يعني مثلا لما تسحب من النص تحت بيعمل لك زي نور خفيف كده بيظهر لمده لحظه وبيختفي تاني، لمسه بسيطه جدا ولكن بتحسسك ان الانيميشن كده سموذر واحلى كتير، وفاهم كل حاجه هنا بسلاسه. حاجه بسيطه، حاجه بسيطه جدا، ولكن حسنت لي موضوع الانيميشنز والستايلز. انا كنت مدمنها في اوبو قوي لحد ما خليتها افضل. نتكلم عن الكاميرات، وهنا مفيش اي اختلاف في الكاميرات كابديت سوفت وير حسن الكاميرات او وحشها، الكاميرات ما زالت زي ما هي، كاميرتين خلفيتين وكاميرا اماميه ممتازه، كاميرتين خلفيتين، كاميرات ما زالت كاميرات مقبوله اللي هي بتطلع صور زي الصور الاولانيه. وهل مع تطور التكنولوجيا الفظيع ده هل اوبو اف 9 ما زال افضل كاميرات او هو افضل كاميرات خلفيه؟ لا، في اختيارات كتير قوي ككاميرا خلفيه من شاومي من غيرها من الشركات اللي بتقدم حلول افضل ككاميرات خلفيه، ولكن لما نيجي نتكلم على الكاميرا 25 ميجا بكسل f2.0 الاماميه، لا الاوبو اف 9 لا يعلو عليه في الكاميرا الاماميه. الكاميرا الاماميه هنا كاميرا ممتازه، ويعني خلينا ناخد سيلفي بقى لانه في سيت اب جديد بقى وحاجات جديده، فيعني محتاج سيلفي بصراحه فهو نحطها في الفيديو كده. بصراحه الصور تطلع دي صور حلوه. اخر حاجه عايزين نتكلم عليها في الاوبو اف 9 هو هذا الشيء، الشاحن ده. الشاحن ده بيدعم ميزه اسمها الفوج. الفوج ده بيعلي الامبير بتاع الشاحن لتقريبا 4 امبير، وبيخلي فولت هو 5 فولت عشان يديك قدره شحن فائقه للموبايل ويشحن الموبايل ده بسرعه جدا. انا مش عارف الارقام من صفر لكام، ولكن هو ده اسرع موبايل بيشحن في فئه متوسطه. هل دي فيتشر كويسه؟ دي فيتشر ممتازه، والحاجه بصراحه حلوه اللي هو بيديك سلك كواليتي بتاعته ممتازه جدا،
وانا من الناس اللي فاهم يعني لما السلك يكون وحش بتضايق بتاع الموبايل، فانا اقدر اقول ان السلك ده مش زي اي سلك بيجي جوه علبة الموبايلات. ولكن في مشكلة صغيرة بس، ان الموبايل ده مش هيشحن بالفوك غير بالشحن الاصلي والسلك الاصلي. لو جربت تشحن باي سلك بالشحن الاصلي مش هيشحن، لو جربت تشحن بسلك الاصلي واي شاحن برضه مش هيشحن، لازم الشحن الاصلي والسلك الاصلي عشان تستفيد بالفوك فاست شارجنج. قبل ما انت اعمل الفيديو ده كنت عمال اشوف ايه الحاجات اللي ما زالت خرافيه في الاف 9 ومش موجوده في اي موبايل تاني فيها، اللي هو انت هتروح تشتري الموبايل ده عشان الحاجه دي. وتقريبا هم حاجتين اساسيتين، اول حاجه هي الكاميرا الاماميه زي ما اتكلمنا، تاني حاجه هي اعتقد هي الفوك فاست شارجنج. يعني قعدت اقارن حتى مع المنافسين في الفئه دي، لقيت الاي 7 2018 موبايل اللي احنا لسه عاملين له فيديو، هو الاي 9 وهينزل له فيديو تاني، موبايل ده عجبني قوي، فيه ميزات خرافيه في الكاميرا الخلفيه، حاجه كده وان اوف كايند وايد انجل ومش عارف ايه. هي مش احسن حاجه، ولكن الموبايل ده سعره رخيص نسبيا، تقريبا بعد دلوقتي بحق 5000. مش الموضوع، هنتكلم في فيديو تاني عن الموبايل ده. ولكن لما جيت اقارن مثلا اشوف ايه الفيتشرز الموجوده مثلا في الاف 9 ومش موجوده في اي موبايل تاني، لقيت اللي هي مثلا فرونت كاميرا والشحن الفوك. الاقل موبايل بتلاقي فيه شحن سريع حاجه شبه الفوك والكم كيك تشارج مثلا 3 ولا حاجه، بيكون مثلا موبايل على الاقل ب 10 12، هو فيه فلته بس هو البوكو فون ب 6.5، ولكن غير كده هم كلهم ب 10 و12. فبصراحه ميزات حلوه جدا موبايل اف 9. هل الموبايل مازال ليه لازمه انك تشتريه دلوقتي؟ اقدر اوجهه لك لو انت شخص بتحب الديزاين، بتحب الظهر اللي بالوان غريبه وسمبوستيكات وحاجات كده غريبه في ظهر الموبايل، اقدر اوجه لك الاف 9 عشان السبب ده وعشان الكاميرا اماميه وعشان الفوك. ولكن غير كده هل الموبايل ده مازال افضل موبايل؟ لا بصراحه، في موبايلات تانية زي ريلمي 2 برو مثلا لو انت عايز اداء، في موبايلات زي تشاومي لو عايز كاميرا خلفيه، ولكن الاف 9 مازال لي وضعه كاف في السوق المصري. انت شوف انت عايز تعمل ايه كده وقرر، وروح لو عايز تشتري هتلاقي لينك في وصف الفيديو بقى، عشان ايه؟ عشان انا انت بتساعدني كده نسبه صغيره من الفيديو تشتري كده، مش لازم تعرف ديتيلز يعني، انا هشتري من لينك وخلاص. بما شفت الفيديو دي كانت نظره سريعه عن الاوبو اف 9 بعد 3 او 4 شهور من صدور الموبايل ده. قولوا لي في كومنتس تحت عايزين يكون ايه الموبايل الجاي للسلسله دي، موبايل يكون نزل من 3 او 4 شهور وما تعملوش ريفيو في القناه، او ممكن يكون اتعمل له بس عايزين زياره ثانيه ليه، انت بتفكر تشتريه مثلا بعد ما يكون سعره رخص شويه. قولوا لي في كومنتس تحت ايه الموبايل اللي جاي اللي انتوا عايزين تشوفوا له فيديو. استنى اشوف كومنتاتكم. شكرا على شفت الفيديو، وتاكد انك تشاركوا عشان تشوف السيت اب ده والحاجات كده، عشان الحاجات اللي جايه فيه حاجات كده حلوه. اشوفكم في الفيديو.